وباء الكوليرا يرفع حالة الاستنفار بالنسبة للحكومة التي سارعت إلى تشكيل لجنة وزارية متعددة القطاعات لمتابعة تطورات الوباء ووضع استراتيجيات ومخططات لتطويق الداء والقضاء عليه. عزيز بوتفليقة، أولا لكي الحكومة تجسد كل الإمكانيات اللازمة في إطار الوقاية والعلاج من هذا الداء. خرجة الوزير إلى مستشفى بوفاريك كانت فرصة بالنسبة للمواطنين لطرح انشغالاتهم. حابين يفهموا المرض هذا من جا، وهذا الميكروب قبض غرز واولا الملفين ما قاسهمش. وزير الصحة وفي زيارته التي طال انتظارها وبعد ندوته التي حضرها جمع غفير من الصحفيين لم تجب على كل أسئلة المواطنين، ولم تكن في مستوى الضجة التي خلفها وباء الكوليرا في الجزائر.